السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في Build Crowd System Using Django and Ajax. يعني شنو Crowd System؟ يعني السيستم بتاعنا هيحتوي على العمليات التالية: Create, Read أو Retrieve, Update and Delete. هنحاول نعمل العمليات المذكورة عن طريق Mixing ما بين Django and Ajax. المطلوب منك شنو عشان تكون قادر انك تتابع الدورة دي؟ لازم يكون عندك البيزكس بتاعت Django والبيزكس بتاعت الجافا سكريبت والجيكويري، او على الاقل الاساسيات بتاعت الجافا سكريبت. اذا انت غير ملم بالاساسيات بتاعت جانجو، انا انصحك انك تشوف البلاي ليست دي بيلد ادفانسد بلوك، متوفره على الشانل بتاعتي، ده الرابط بتاعها. لما انت تكمل البلاي ليست دي هتكون قادر انك تنشئ موقع عن طريق جانجو وتكون ملم بكل الاساسيات الخاصه بجانجو. اوكي، فلانه نحن هنعمل سكيب لاجزاء كثيره في الدوره دي. هنعمل سكيب ل how to create project و create model وال ginger stuff وال load static files والكلام ده. فدي حاجات مهمة انت محتاج تعرفها عشان تقدر تخش معانا في الدورة دي. اوكي، طيب نلتقيكم ان شاء الله في بداية الدورة. السلام عليكم.